مديرة مركز بنغازي الطبي دكتورة فتحية، أهلا بك. أهلا وسهلا. دكتورة، في إشكال أمني حدث ببرج الأمل، حدثيني عن التفاصيل. السلام عليكم. ما حدث أمس هو بصراحة انتصار باهر لنشطاء التواصل الاجتماعي في إهانة الطبيب الليبي والممرض الليبي. ما حدث أمس هو الحط من عزيمة العناصر الطبية والطبية المساعدة. يوم أمس كان يوم حزين بالنسبة ومحبط للعناصر الطبية. تمت خمس هجمات مسلحة على البرج الثالث اللي معني بمرضى كورونا. الهجوم الأول بدأ علينا من حوالي الساعة 11 الصبح. أهالي أحد المرضى كان راقب عندنا ومعروف ومشخص أنه كورونا، توفي. فكانوا جاءوا العائلة تقريبا 30 رجل بأسحتهم رفضين أنه يكتب في شهادة الوفاة كورونا، وكأن كورونا هذه عار ماهوش مرض. طلعوا للخدمات الطبية، كسروا المكتب وتعدوا بالضرب على موظفين. نزلوا للبرج الثالث، لأن البرج الثالث نحن عازمين على الأبراج وما تقدرش تخش إلا من تحت الأرض. دخلوا للدور اللي تحت الأرض، للأسف شديد الدور هذا كله فيه منظومات الأكسجين ومنظومات الغازات الطبية، ناس مسلحين، يعني كنا مرهونين في طلقة واحدة تطلع من بندقية حتسبب كارثة. وصلوا للبرج الثالث، هدد الدكاترة، حطوا سلاحهم على الدكتورة يهدد فيها، أنا ما عنديش لك إلا طلقة واحدة كلها. وعدوا بعدها للمختبر، مختبر غالي جدا. خشوا المختبر، مسكين كلمني الدكتور وائل مسؤول المختبر، قال لي أنا شنو بندير يجيبوا فيا. خذوه قالوا له لازم تعاود التحليل، أجبروه عاود التحليل من الجثمان، وقعدوا جنبه مطبين على راسه لغاية طلعت النتيجة وأكدوا لهم أنها موجبة. رد أخرى قصة ما كملتش إلا الساعة 5 وغسلنا لهم المرحوم ودفنا لهم. بعد استلمنا واحد ثاني جاء، أنتم فرقين تاخذوا على الجثمان في 100 ألف، وأنا نبي ناخذ أمي. وخش هذا أمه كانت على أكسجين، خذاها بالقوة وطلع بيها بباريلا وصل بيها عند السيارة معه. يعني هو اللي قتل أمه، صح أمه كانت مصابة بالكورونا، ولكن هو هالفكر اللي زرع في ذهنه أن الأطباء في أقسام العزل على كل حالة تموت من كورونا وسجلوها كورونا يأخذوا منهم. رد بالفريلا قلنا له أنت اللي قتلت أمك مش نحن. بعد هجانا الهجوم الآخر، واحد ما فيش كلمة ما قالها لنا، يا فراجين أنتوا قضيتوا 300 مليون 100 ألف أخذوا على الجثمان وسبوا وكسروا وضربوا. بعد هجانا الهجوم المسلح الآخر، ليش تكتبوا عنتنا كورونا يا فراجين يا مش عارف شنو قصة هذه. بعد ما في اتصالات، يعني قصة مأساة لغاية اضطرينا نكتبوا عازل على قناتكم أن لو سمحتوا نحن نتعرض إلى هجوم. طبعا نحن كنت أنا في لقائي أمس معاكم قلت لكم نحن مش حنوفر ونحن حنستمر. كانت عندنا روح معنوية لما نعدوش على التواصل الاجتماعي، نعتقدوا أن هذه سياسة لتوجيه أنظار الرأي العام. طبعا هذه حاجات استراتيجية، أنك أنت مو قادر يدير فيها الألعاب البهلوانية، أنك توجه نظر الشخص وين تبدي أنت. فتو تلاحظ أن الليبيين سيبوا جميع المآسي اللي هم فيهم، سواء المآسي اللي قاعدين عايشين فيهم تو بمجملهم، سواء بالمأساة اللي صايرة عندنا احتلال بناس فيها أجانب. سيبين الموضوع كله وركز تفكيره ووجه نظرة فقط إلى العناصر الطبية، أنها العناصر الطبية هذه قاتلة، وأنها العناصر الطبية هذه سراقة ومجرمة، وعلى كل حالة يشخصوها ياخذوا 100 ألف هذه كارثة أنها تصرف كذلك. نحن أمس أحبطنا من الناس، ما أحبطناش من كذا، الجميع كان برا كان ينظر لنا بالتجريم والتخويف. يعني ناس قاعدين خمس شهور مع الوباء مسيدين أهلهم وعائلاتهم ومداخلين بأنفسهم ولابسين ملابس حامية، يعني يلبسوا في شكاية ومهتمين لك بأمك وباتك وأخوك وأختك، وبعدين مع الوباء في النهاية بتلقيهم بسلاح وبالتهم وبالكذا. أنا بدي نوصل حاجة، لماذا تتهم اللجنة الطبية ولا الأطباء بالسرقة؟ نحن هذه لجنة طبية استشارية شكلت لأهداف معينة، وهي وضع خطة عامة لمكافحة الوباء. وضعنا جميع التوصيات اللازمة، بدأنا بزملائنا الأطباء، جبنا لهم بدينا من تعريف حالة الاشتباك للتعامل مع الحالة المؤكدة لبروتوكولات العلاج، جرنا توصيات لجميع القطاعات، توصيات للمصارف للمساجد للكثير للمناطق البحرية والبرية والجوية. نهينا لغاية عند الدفن، كملنا شغلنا. ما طيب ناس قلنا حنوقفوا في عملنا في مراكز العزل فنشتغلوا. انا عندي حضرتكم كلنا، انا كنت في البوز الثالث، انا المني نظره الناس لي، ينظروا لي يبحثوا فيه هذه سراقه.
انا طبعا نزله طبيه، نزله ما عندهاش ذمه ماليه، لم لا بعنا ولا شرينا ولا وما عندناش ذمه ماليه، ما عندناش هيكل اداري، نحن فقط لجنه طبيه استشاريه، اللجنه العليا فيها اربع اشخاص، رئيسها السيد الناظوري رئيس الاركان، ومعه السيد الفاضل وزير الداخليه والسيد الفاضل وزير الصحه وانا اخر اسد. لماذا اختير اسم الرابع مع اللجنه الطبيه واتهموا بالسرقه والفساد؟ وحفر فساد الوطن في 300 مليون، هل مضاع من الوطن فقط 300 مليون؟ فتو الكارثه ان وجه انظار المواطنين الى تجريم الطبيب ونجحت فيها هذه الاجنده، انا مش عارف من يقودها. لكن انت تعتقد يا دكتوره انه هذه الحمله الممنهجه أدت في النهاية إلى عملية أو ازدياد في عمليات الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية المساعدة، وتعتقدين أن الحادثة الأمنية ببرج الأمل البارحة كانت نتيجة هذه الحملات ضد الأطباء؟ بالتأكيد الشارع كله مشحون ضد الأطباء، وأن الأطباء فرقين وحطوا في أرقام وحطوا في أعداد بينهم الناس المصدقة. في نفس اليوم في نفس الوقت الهواري عنده هجوم، يعني أمس كان الهجوم على برج الأمل وعلى الهواري في نفس الوقت. اليوم سمعت بالاطباء قالوا لي نحن مش حنكملوا، نحن حنطلعوا، ما فيش حاجه، راهو الطبيب والممرض اللي راجل ما عندهاش حافز، هو نفس مرتب اللي ياخذ فيه بعد ثلاث شهور، يعني ما عندهاش اي ميزه. الاطباء هذوما انا نقول لكم يا هلنا اللي قاعدين يعانوا في هيكل، هذوما انا حطينا لهم غسالات بدش وفي بدشهم بروحهم، ويسووا في غسالهم بروحهم يجيبوا فيه من الحوش، ومصبين في هالملابس الساخنه اللي تشوف فيه على الشاشه. لا شيء زائد مع الموت، يعني من الابسط حقوقه انك انت تحترمه، العالم الاخر يقدر فيه صادقه طبعا صادقه، العالم كله يقدر في الاطباء والتمريض اللي في ليبيا، يتم عليهم الاعتداء بالبنادق، يعني انا نحن انا في قمه الاحباط حقيقه. طيب دكتوره، لكن أنت الآن تتحدثين عن هذه الإشكالات الأمنية وعمليات الاعتداء على الأطباء، ونعرف أنها ليست عمليات حديثة، هي مستمرة. ألا يفترض بالأجهزة الأمنية أنها كانت في تأمين برج الأمل وفي غيرها من المراكز والمستشفيات الصحية الأخرى؟ دكتورة؟ دكتورة فتحية، هل أنت في الاستماع؟ طيب، كنت أريد أن أسألها عن دور الأجهزة الأمنية، ألم يكن من المفترض على الأجهزة الأمنية أن تقوم بدورها في تأمين المستشفيات والمراكز الصحية حتى لا تحدث هذه الإشكالات الأمنية كما حدث يوم أمس، الأمر الذي عرض حياة العشرات من المرضى للخطر؟ فقط أريد أن أنتقل الآن للدكتور مجدي ساسي. دكتور، كيف تعلق على هذا الأمر؟